عنكبوت السرطعون. هذا العنكبوت بيشبه السرطعون تاع المي، معروف 100%. انا بناء على شبهه سميته. هذا العنكبوت بتواجد في المناطق اللي بزرعوا فيها الخضرة، لونه بيجي اصفر على اخضر، يعني زي لون ورق الشجر، شايف بعطي اصفر على خضار، حتى اجريه جايات على خضار. طبعا له طب كبيرة هان، في بالنص الطب هاي له زي ثقب بطلع منها، شايف النسيج هاي هون، هاي بلش يطلع منها الخيوط تاعته. طبعا بطلع مزدوج من الخيوط، سبحان الله، ممكن بقدر يطلع اكثر. المهم هاي الخيوط بستعملها، شايف كيف؟ ها حكيت هذا الخيط قوي انه يحمله، ركز كيف يحمل وزنه. حكيت اذا هو بده يطول الخيط بطوله عشان ينزل على الارض. الواحد كيف شاف حاله قريب على الارض، هاي طول الخيط، شايف هاي نزل. حكيت بنرد نخليه يطلع، تعال شايف الخيطان، طلع هاي الخيط بنسجل الخيطان، الخيط بحمل. طبعا حتى لما بكون يمشي ركز بطلع للاحتياط عشان يحفظ خط الرجعة وما يندبش العنكبوت، بضل يطلع الخيط، هاي الخيط مبين. طبعا له نياب صغار سميته الله اعلم، العناكب معقدة يعني، مش زي الحياية والعقارب، العناكب عالم معقد وفيها آلاف الأنواع، يعني بتحكي عن آلاف. فأنا إن شاء الله راح أوثق كل العقارب، آسف العناكب، ومنصير في المستقبل نعرف عن طريق الصور، لا سمح الله حدا قرصه عنكبوت يعرف عن طريق الفيديو، منصير نعرف نسبة الخطورة. عنكبوت جميل، يلا نلعب معه لعبة الهواء. شايف طلع على استعمل الخيط، طلع عليه، تعال دخليه يطلع عليه من مسافة طويلة.